خلاص هانس تفضيحه شوي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار للميادين والتي نستهلها بأبرز العناوين. أعلنت سلطات الإمارات القبض على خلايا إرهابيات. لا ما بديها تفتح، أنا كان لازم أحط لها دبوس. أي دبوس؟ أي دبوس؟ ما في دبوس حد. يا عن دبوس يعني مو قال شيء تخبر أنا؟ لك أنت انشغلتي ورحت التحيتي. لا عايب شو هالحكي على الهواء. شو لايف؟ شو لايف؟ خصني أنا الموضوع. اخرب بيت عيونك. تخيل اطلع هيك. لك أهلين. خليك لا تروحوا. هذا شو هذا الصوت؟ حلو فات استاذ غسان انا عم بغني بتي بابا نويل. ليك سمعونا فضحونا. لا المنديل منه مزبوط مش هيك، بس الناس نايمه ما حدا له اخلاق يطلع. كثير كويس كثير كويس. اليوم عيد زواجي راح اعمل سيلبريشنز. لا عيد زواجي 23 نيسان. شوفي انا رجال هادي بحياتي ها، هدولنا الاجواء جوا. ليش فشلتني ليش؟ يلا بلشوا خلصوها ما نسيسر على بيوتنا من في البكير. بترا هاي العدوى عم تنتشر. النشرة انتهت.